ما تعرفيش مكان في البيت هنا يكون امان احط فيه ورق مهم خاص بالشغل بتاعي؟ معايا طبعا. بقول لك ايه، انا حمزه بيشيل كل ورقه المهمه عندي هنا. ياه. والله هتشيله لك ولما تحتاجه هبقى اطلعه لك. هات يا حبيبي. طب بقول لك يا حبيبتي، نعم، هاتي بس عشان كنت عايز ارتب فيه كام ورقه كده عشان ما يتلخبطش قبل ما انت تعملي الاكل. طيب خلص والمفتاح هو بقى في الاوكي، سنة الاكل بقى جاهز. على بيه، أنا لقيت الورقة قدامي اهو، شحنة أخشاب. لا هتوصل في المينا. طب تمام، هصوره وابعته لسيادتك. تمام. عايدة، لقيت الورق، عاد واحد، باسم الشركة، وعليه امضتي، الشحنة جاية باسم أنا.